وطني لسفراء العالم مغاربة العالم، ويحضر معنا شخصية إعلامية بارزة لديها باع طويل يعني في المجال الإعلام، هو الأخ مصطفى البيض. غادي نحاولوا نتحدثوا معاه على يعني الإعلام المشاكل ديالو، خصوصا مصطفى البيض يعني قام بإعداد عدة برامج ولكن ما ألش النجاح ديالها. مرحبا بك سي مصطفى. شكرا. سي مصطفى شنو البرامج اللي ما عرفش النجاح ديالها؟ لا ماشي من جهتي، لا ماشي من جهتي، يعني ما تسموش التقديم ديالها. تفضل. يعني ترفض التقديم ديالها، ولكن كيفاش كتقيم لنا طلعتي على مستر التحولات الجديد اللي ربما يعني كانت عنده واحد يعني غادي نهضر عليه بالاعلام والى اخره، يعني كنت عندك اطلال عليه؟ فعلا كانت عندي كبقيه الصحفيين كانت عندي اطلال عليه، ومن تنظر اني من الناس اللي دنوت به لانه عمل جبار وعمل يمكن ما مكتملش 100%، ولكن محاوله باش نشوف الطريق الصحيح. وتنظن بان الدراسات هي مستمره، وتنظن بان من هنا شهر شو تنكر ان شاء الله غيتم تطبيق هذه الدفتر التحملات باش نزيدوا الامام ان شاء الله. شنو هي الاضافه اللي يقدر يعطيها السي مصطفى البيض هذا الدفتر التحملات للمشهد الاعلامي بالمغرب؟ اولا يعطي الوضوح، يعطي الشفافيه، ويعطي المصداقيه، وغيعطي العمل غيكون على اسس، ومن غيكون كل عمل بالقوانين ديالو بالنصوص ديالو ما يمكن غير نمشيو للامام. ونتنظن بانه تنتظر بانه غيكون اقلاع جديد للقطاع السمعي البصري في المغرب ان شاء الله. كيف الا في يعني في الكواليس يعني تحدثنا في احد الدردشه ما قلتي لي بان درتي شي انتاج وما مرش على القناه، شنو السبب؟ فعلا قدمت مجموعه الانتاجات اللي ما تقبلتش، ما عطاوكوش ما عطاوش السبب. ما اللي يمكن نقول لك نقولها بصراحه لانني غنقاضي، يمكن غادي تقطعتيها، غنقضي القناة الثانية، لأن بعض البرامج اللي قدمناها في القناة الثانية وتم مسح الاسم ديال المنتج ودار اسم آخر وتتبت، والبرامج تبت حاليا باسم آخر، وهذه ثاني مرة تقوم بها دوزيم أن توصلوها مقترحات برامج وتقوموا بإنتاج هذه البرامج داخليا، تاخذوا الأفكار وحتى طريقة التصوير والتصرف في هذا العمل تاخذوها بحال براءة الاختراع وكيمشيو يسوقوها بمنتوج آخر باش فوقاش كتستلزموا أستاذ ترفعوا دعوى قضائية؟ قريبا إن شاء الله، من نهاية السنة إن شاء الله حنا راسنا كتبنا لدوزيام رسالة رسمية تنتظروا الجواب. في حال سمينا ما كانش الجواب فهذا بلد القانون، تنظر بان القانون هو اللي الاسم. سي مصطفى البيض شنو هو الجديد ديالكم؟ يعني من غير بلادي مصطفى البيض ما بقيناش كنشوفوه بزاف. عكس اولا خصكم تعرفوا بان انتهت العقده ديالي مع القناه الاولى في هذا رمضان ان شاء الله، قمت بإنتاج مجموعة من برامج موجهة للجالية في شكل جديد، وهذه البرامج سوف تبت على ميدي أن تي في، وتنظن بأن إدارة ميدي أن تي في رحبت بهذه البرامج، وتنظن هذه البرامج لقات استحسان كبير من لدن الطاقم ديال قناه ميدي ان تي في، تنشكرهم من هذا المنبر، وتنظن بان هذه قناه اللي غتمشي للامام، لان عندها كفاءات شابه او غير شابه، كاين عندها كفاءات اللي باغا تمشي للامام، وتنظن بانها غتساهم في الاقلاع ديال هذا القطاع اللي تنتمناو حنا كمنتجين ومبدعين واعلاميين لهذه 25 سنه وحنا هازين هذا القطاع على كتفنا، ولا هذا القطاع مازال مستمر لحد الان بمحاسن ومساوئه، فلان كاين مجموعه ديال جنود الخفاء اللي هزينا فوق كتافهم واللي مازالين تيعملوا واللي ما معترف لهمش، حتى واحد ما معترف لهم بالجهد اللي تيقوموا به. استاذ مصطفى البيض قبيله في العرض ديالكم يعني كنت دات واحد الشريط. نعم.
وهو يعني شريط لقاء استحسان الجمهور الحاضر. ليش ما كتفكروش ديروا بحال هاد الانتاجات اللي كتخص الجاليه واللي ربما يعني يكون عندها واحد الاقبال في المشاهده؟ هذا الشريط هذا ما يسمى بالسيت كوم قدمناه للقناه الاولى وما جاوبوناش عليه، وقدمناه للقناه الثانيه وما جاوبوناش عليه. إذن تنتظروا الجواب، نتمنوا نحصلوا على الجواب في قريب العاشر. بالنسبه لكم انتم يعني تعرفتوا في البرامج ديال الجاليه المغربيه؟ نعم. واش ما كتفكرش يعني ديروا خير يعني شي حاجه من غير الجاليه؟ لا، ما تنفكرش ندير شي حاجه من غير الجاليه. اولا مصطفى البيض بكل تواضع عنده تاريخ في طبعا هذا لا احد ينكره. مصطفى البيض تنظن مرة أخرى بكل تواضع ما كاينش منتج في التلفاز الآن اللي حضر عدد الساعات من الإنتاج اللي حضرته معايا. هذه 15 سنة ما خديتش ولا شهر ديال العطلة. 15 سنة حسبها تقريبا في كل 15 يوم برنامج، ويكون عندك عدد البرامج 24 برنامج في السنة ضربها في 15، ويكون عندك عدد البرامج اللي قدمناها حول الجالية. تنظن بأن عندنا تاريخ في هذا القطاع هذا. لكن تنقول بأن مازال ممكننا نعمل نقوم بمجهود أكثر في اتجاه الجالية، لأنها تتمثل 10% من أفراد الجالية المغربية وتستحق أكثر، لأن فيهم كفاءات، فيهم أطر، عندهم مشاكل، عندهم معاناة، وخصنا نبلغوا النجاحات ديالهم ونبلغوا الهموم ديالهم كذلك للمغرب، اللي تنظن بأن هذا الجالية هي كنز كبير للمغرب، وعلى المغرب باش يحافظ عليه ويساندو ويطور. آخر كلمة كتقولها للزوار موقع حبا بريس؟ فصراحة بكل صدق مرة تنزور الموقع، وهذا الكلمة اللي يمكن نقولها لجميع المواقع. تنطلب من الإخوان أنهم أولا قبل ما ينشروا خبر أو معلومة يتأكدوا منها فقط. أنا ما تنتكلمش على هبة بخير. بشكل عام. لأن إلا بغينا نحاول نطوروا الخدمة الإعلامية. الخدمة الإعلامية خصنا ناخذوا كأساس تأكد من المعلومات نقدموها. في مواقع إلكترونية أخرى تلقى بعض المعلومات خاطئة تماما، وزائفة وكاذبة. ما تنظنش بأننا نزيد الأمام إلى خدينا هذا المشوار هذا. تنظن بأن أنا تنشجع هاد المبادرات، خصوصا أنها تدار من طرف شباب، تنشجعها لأنها غتساهم في هاد الإقلاع القطاع السمعي البصري. والشباب كله كفاءات، وهذا الاجتهاد فهو اجتهاد شخصي واجتهاد مجموعة ديال الشباب اللي أطرت نفسها بنفسها وقررت أنها تزيد الأمام. يمكن غير نشجعهم، ولكن نعطيهم نصيحة للأخ الإخوان ديالو أن يكون تأكد من الخبر وتكون الصدق، وما يكون غير نجاح إن شاء الله. شكرا. شكرا.